نظام المسح بعيد المدى التحكم بالتردد. يعد نظام المسح بعيد المدى مع التحكم بالتردد من التقنيات الجديدة والمميزة الهامة التي تم دمجها داخل الجهاز، والتي تمكن المستخدم من تحديد القيمة الدقيقة لتردد البحث بوحدة ميجا هرتز للبحث عن نوع معين من المعدن أو هدف مصنوع من خليط معين من المعادن، وبالتالي ضمان نتائج أكثر دقة عند البحث. ويمكن للمستخدم في هذا النظام تعيين قيم وخيارات متعددة متعلقة بالبحث. تجميع الجهاز: 1. قم بتوصيل الهوائي بالجهاز على الشكل الآتي: 1. ملاحظة: قم بتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. 2. قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز. 3. استخدم مقبس الطاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. 1. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام: حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة متعددة لتعيين إعدادات هذا النظام، وهي: نوع التربة. يمكن للمستخدم باستخدام هذا الخيار تحديد نوع تربة الأرض في المنطقة التي يريد البحث ضمنها. أنواع التربة المتاحة هي: صخرية، تربة محايدة، تربة مختلطة، معدنية، طينية، رملية، فلزات، طباشير، تربة مالحة. التردد: يمكن للمستخدم ضبط قيمة تردد البحث حسب نوع هدف معين بشكل يدوي باستخدام هذا الخيار. يتراوح نطاق قيم التردد بين 250 هرتز و 18000 هرتز. استخدم مفاتيح الأسهم لتغيير القيمة ثم اضغط OK. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة التردد بمقدار 1000 ميجا هرتز بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل. وبمقدار 250 ميجا هرتز بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. ملاحظة: كل 1000 هرتز تعادل 1 كيلو هرتز. مثال: عند اختيار المستخدم لتردد 5000 هرتز، هذا يعني أن القيمة 5 كيلو هرتز. المسافة: يمكن للمستخدم تحديد المسافة المراد البحث ضمنها أثناء عملية البحث، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم البحث ضمن دائرة نصف قطرها هي هذه المسافة، وتبدأ هذه المسافة من 250 إلى 3000 متر. ويمكن تغيير قيمة المسافة باستخدام أزرار الأسهم يمين أو يسار والضغط على OK. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة المسافة بمقدار 250 متر بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل. وبمقدار 50 مترا بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. العمق: وهو قيمة أقصى عمق يمكن أن يبحث به الجهاز.
ويمكن تعيين قيمة العمق باختيار قيمة من مجموعة قيم محددة مسبقاً ضمن المجال من 0 إلى 50 متر. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة العمق بمقدار 10 متر بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل. وبمقدار متر واحد بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. المسح: بعد الانتهاء من تعيين الإعدادات السابقة، حدد تبويب المسح باستخدام مفاتيح الأسهم يمين ويسار، ثم اضغط على مفتاح OK فوق زر بدء المسح. كيفية الاستخدام: بعد اكتمال الضبط، أمسك الجهاز على الشكل الآتي، وتأكد من أنك تمسك بالجهاز مثبتاً بجسمك دون تحريك، ثم قف في منطقة البحث واضغط على زر OK على لوحة المفاتيح لبدء عملية المسح. عند الضغط على زر OK على لوحة المفاتيح في النافذة السابقة، ستظهر الشاشة التالية التي تتضمن العناصر التالية: البوصلة تشير إلى اتجاه الجهاز الجغرافي شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، مؤشر الهوائيات وهو مؤشر نصف دائري، الصفر بالمنتصف يعبر عن قيم زاوية ميل الهوائيات حسب الاتجاه يمين أو يسار ضمن مجال من 0 إلى 90 درجة يمين و90 درجة يسار. سهم المؤشر وهو مؤشر بلون أحمر يتحرك حسب زاوية ميل الهوائيات ويشير إلى القيمة المحددة على المؤشر نصف الدائري. أداة المحاذاة وهو مؤشر متدرج الألوان من الأعلى إلى الأسفل، ونقطة صفر بمنتصفه تعبر عن زاوية ميل الجهاز عن الأفق، والقيم الصحيحة تظهر باللون الأخضر. أثناء عملية المسح سيتحرك الهوائي إلى اليسار واليمين وفقاً للهدف المرصود. يجب على المستخدم تغيير اتجاهه بحسب اتجاه الهوائية. ستظهر كل حركة على الشاشة لتسهيل الأمر على المستخدم. يجب على المستخدم فقط اتباع حركة سهم المؤشر للحصول على الاتجاه الصحيح مع مراعاة إبقاء الجهاز في وضع صحيح بالنسبة للأفق.